ما زلتم مشاهدينا مع يا هلا محطتنا التالية من جدة، حيث تجري استعدادات مكثفة هذه الأيام قبيل اقتراب ساعة الصفر لإطلاق أضخم ماراثون خيري تنظمه جمعية البر بجدة للسنة السادسة على التوالي بمشاركة أكثر من 10,000 متسابق. التفاصيل في هذا اللقاء مع الأستاذ محمد أبو حجر رئيس اللجنة الإعلامية للماراثون الخيري. مساك الله بالخير أستاذ محمد، ويا ريت في البداية تعطينا فكرة عن ماراثون جدة الخيري والتحضيرات اللي تمت حتى الحين. مساك الله بنور السرور، وأحب أني أشكركم على هذه الفرصة اللي أتحتوها لنا لنتكلم عن الماراثون الخيري. الماراثون أحب أتكلم بفكرة تاريخية عن الماراثون. كلمة ماراثون هي مدينة قريبة من أثينا، تمت فيها أحد المعارك في فترة ما قبل التاريخ ب 490 سنة. انتصر فيها أحد الجيوش وحب أحد المقاتلين الرياضيين أنه يزف البشرى لأهل المدينة، فقطع المسافة اللي هي 42 كيلومتر و195 متر من موقع المعركة إلى أهل المدينة ليزف لهم البشرى. فبالتالي القصة التاريخية تظهر مدى القوة الرياضية والتحمل البدني، فأصبح سباق الماراثون أحد سباقات التحمل المعتمدة أولمبياً من البطولة الأولى الأولمبية. نظمنا الماراثون هذه السنة للسنة السادسة على التوالي. شارك في الماراثون السنة الماضية 13,000 مشارك. السنة هذه تم الاتفاق من قبل اللجنة العليا المنظمة التي يترأسها صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ مدينة جدة، أنه يصبح الماراثون له الصبغة الدولية، بحيث أنه أصبح مسماه وهيئته وصيغته وميكانيكيته توافق المعايير الدولية لتنظيم هذه الأحداث. أصبح الآن اسمه مسماه الجديد هو ماراثون جدة موبايلي، أصبح الماراثون ينتمي إلى مدينة جدة. أصبح هناك طرق مخصصة لكل فئة، لدينا ثلاث فئات مشاركة في الماراثون، فئة ذوي الاحتياجات الخاصة والسباق المخصص لها مسافته 1 كيلومتر، فئة للشباب أو اللي هم طلبة المدارس والسباق المخصص لهم 5 كيلومتر، والفئة الثالثة وهي المحترفين والهواة والسباق المخصص لهم مسافته 10 كيلومتر. بالطبع الحدث جدا ضخم، المشهد نفسه أن ترى 10,000 شخص متجمعين في مكان واحد ينطلقون لممارسة الرياضة وعمل الخير، أعتقد حدث ضخم يحتاج من الجميع المتابعة والدعم. نعم. أستاذ محمد، يا ريت توضح لنا المسارات والمسافة اللي تم اعتمادها والأماكن المتوفرة للجمهور. عظيم جدا. هذه السنة لأول مرة يتم تخصيص مواقع مدرجات مخصصة للجمهور سواء من الشباب أو العائلات. سينطلق السباق تزامنا لكل الفئات من نفس النقطة، وهي أحد أهم معالم مدينة جدة اللي هو دوار الكرة الأرضية في طريق الملك مقابل مجمع روشان مول. سيتم تخصيص مسارات لفئة الكيلومتر ولفئة 5 كيلومتر ولفئة 10 كيلومتر. سيكون كل المسار منفصل تماما كما نرى أمامنا، هذه هي نقطة الانطلاق لأحد المسارات. المسارات منفصلة تماما. فئة الكيلومتر ستكون فيما حول مركز روشان مول وهي مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة. فئة 5 كيلومتر للطلبة ستنطلق من نفس النقطة تدور إلى كورنيش جدة شمالا حتى موقع دوار النافورة وعودة مرة أخرى إلى دوار الكرة الأرضية مقابل لروشان مول. أما بالنسبة للعشرة كيلومتر فستنطلق أيضا معهم في نفس النقطة ونفس التوقيت متجهة إلى كورنيش جدة إلى موقع دوار السانسيت، ثم عودة مرة أخرى إلى نفس الموقع ليتم بذلك المتسابقين مسافة السباق وهي 10 كيلومتر. نعم أستاذ محمد، إحنا طبعا شفنا مجموعة من الصور للماراثون كان للسنة الفايتة، أيضا اللي عرفناه أيضا أنه إجمالي جوائز بلغ يمكن 250,000 ريال، كيف راح يتم تقسيم هذا المبلغ على الفائزين من كل فئة؟ صحيح، هذه السنة تم زيادة عدد الجوائز لاستقطاب عدد أكبر من المشاركين سواء في فئة المحترفين أو الهواة. سيتم توزيع سيارة جائزة هي سيارة رينو لفائز في كل فئة، بالإضافة إلى مبالغ مالية للفائزين تتراوح ما في فئة 10 كيلو اللي هي الفئة ذات الجوائز الأكبر
من 20,000 ريال إلى 15,000 ريال وتسعة وسبعة حسب الدرجات أو حسب المركز المتحقق من المتسابق. بالنسبة لفئة الطلبة بالإضافة للسيارة الجائزة سيكون هناك جوائز مادية من 5,000 و 3,000 و 2,000 و 1,000 ريال للفائزين الأوائل. نعم. وسيتم توزيع مبالغ نقدية من الفائزين من المركز الأول حتى المركز الخامس عشر. نعم. بالإضافة التشجيع للمتسابقين، كل متسابق ينهي أي سباق بدون حتى تحقيق أي مركز سيتم تسليم ميدالية ذهبية له موقعة من جدة، من ماراثون جدة موبايل الخيري، شهادة منا أنه أنهى السباق في الفترة المخصصة له. تم الاتفاق من قبل اللجنة المنظمة أن هناك وقت مخصص لكل فئة. فئة الواحد كيلو خصصنا لها ربع ساعة، فئة الخمسة كيلو خصصنا لها نصف ساعة، فئة العشرة كيلو خصصنا لها ساعة كاملة. المفترض أن المتسابق اللائق رياضيا وطبيا أنه ينهي السباق خلال هذه الفترة. جميل. أستاذ محمد، طب هل سيكون هناك حضور لبعض الشخصيات الهامة أو النجوم أو الفنانين باعتبار أن هذا الماراثون هو ماراثون خيري؟ نعم، وجهنا الدعوة لعدد من نجوم المجتمع وعدد من الفنانين يشاركون، خصوصا انه هذه اول مرة يكون في حضور للعائلات او مدرجات مخصصة للعائلات. حيكون هناك انشطة نحاول من خلالها ان نتفاعل مع الجمهور وان نقدم لهم مناسبة متكاملة وليس فقط مهرجان رياضي. سيكون هناك العديد من المسابقات والأسئلة والأشياء التي ممكن أن يشارك من خلالها الجمهور ويفوزوا معنا بجوائز، تشجيعا لهم. نعم. ولحضورهم واستمرارا لدورهم في تفعيل هذه الفعالية الضخمة. نعم. أستاذ محمد، يا ريت نعرف منك كيفية المشاركة بهذا الماراثون والشروط المعينة. المشاركة في هذا الماراثون عبارة عن ثلاث طرق بالنسبة للفئة الطلبة، هي أما الاشتراك عن طريق الإنترنت وهناك موقع إلكتروني يتم من خلاله التسجيل وهو jeddah-marathon.com وهو الموقع الرسمي للتسجيل، بالإضافة أنه ممكن أن المتسابق يزور مركز جمعية البر ويسجل هناك مباشرة، أو بالنسبة للطلبة أنه يراجع الأستاذ المسؤول عن التربية الرياضية والمشرف على الأنشطة الرياضية في المدرسة ويقوم بتعبئة استمارة التسجيل وموافقة عليها من ولي أمره، وبذلك يكون مسجل رسميا في السباق. أستاذ محمد، نتمنى لكم التوفيق وشكرا على هذه المشاركة. مشاهدينا، وصلنا إلى محطتنا الأخيرة.